عايز اعمل فاهيتا نحطها على النار تاخد تسويتها وكل حاجه، ونخش بعد كده في الحله اللطيفه دي هنعمل منها برده كمان الصوص، نرجعها على جنب عشان سخنه جدا ونشوف هنعمل ايه. منديل لطيف، نمسح اي حركات، وتعالى نعمل تتبيله حلوه وبسيطه جدا للفاهيتا. نعلي النار هنا عشان انا عايز اسوي حاجتي على الشوايه والخضار برده معايا. ماشي، نجيب بوله فاضيه نحط عليها حبه ميه بصل، فص ثوم، حبه بابريكا، سنه ملح دقيق، خدوا بالكم مش كتير، ثوم بودر او بصل بودر، واركنها على جنب قدام عينيا كده. هجيب عندي صدور الفراخ عاديه خالص، السكينه النظيفه وبالعرض كامل اهو بالشكل ده كده اهو، وارجع على التتبيل على طول تاني بعرض صدر الفراخ اهو كده اهو تمام، واروح ايه جايب عندي الفلايت اللي هي في ظهر الفراخ برضو ما بقطعهاش وبتبل حاجتي بالشكل كده اهو، واجي بكل بساطه على الشوايه دي لو عندي في البيت بديها عندي سنه زيت او زبده اي حاجه عندي كده اهو، شوف المنظر، واروح عامل كده اهو اشوي بقى اهو. حاضر، عينيا الاثنين، لحظة واحدة اشوي بس ده كده بالصوت اهو. هسيب المية دي هشتغل بيها تاني امتى؟ شوية وانا شغال، حبة فلفل اسود برضو على الوش، يبقى سنة زيت بسيطة بلاش زبدة عشان الدايت زي ما اتفقنا، وسنة زيت واسيبها تتشوح مع بعضيها. هاجي هنا هروح عامل ايه؟ بص منظر الباكيت عامل ازاي وانا على غفلة كده، شوف الهدوء بتاعها على الهادي خالص. دي طبعا مش دايت، دي تطلع مع المكرونة مزاج تاني خالص. هجيب عندي حبة زيت زيتون على طاسة فاضية في النظافة خالص اهو، وهجيب عليها على طول الفلفل والبصل بتاعي ني في ني كده اهو، فلفل الوان مع الذره والبروكلي كله مع بعضه ني بني، عايز تشويحه واحده يعني ندخل الفرن كله كده اهو، مشروم كمان بالمره بس المشروم هقطعه تقطيعه كبيره حالا، مش شرط يكون جوليان، الواحده على ثلاثه يستحمل معايا التقليب. طب ليه ما تقطعوش من بدري يا شيف؟ عشان ما يسودش مني بس على طول، فبعمل كده بالشكل ده كده اهو تمام. طماطم في الاواخر، وحط الجزر دلوقتي مش مشكله، والبروكلي برده في الاواخر. عايز اعمل ايه؟ اقلب الفراخ بتاعتي على الشوايه. بص المنظر يا محمد، صباح الفل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بيك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا فندم، والله كله بخير. انا متابع حضرتك وعلى طول شرف ليا يا استاذ محمد، والله تسلم. الله يكرمك. تحت امرك. الله يكرمك يا شيف. احنا كلمناك قبل كده يا شيف على الاولاد، كانوا عايزين على ايه يا فندم؟ عايزين يطلعوا معاك في البرنامج و الاولاد تمام. وايه اللي حصل؟ ولا حاجه، ما حدش اتصل علينا خالص. ولا حاجه ولا حاجه. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم البرامج اللي اي كلام دي يا عم؟ ينفع كده؟ ده امتى كلمتنا يا باشا؟ لا انا كلمتك من مده، قلت لي موضوع كورونا وما ينفعش. مظبوط حصل، احنا موقفين فعلا مسابقات من قبل كورونا. لا بس انا شفت بصراحه ولسه راجعين من فتره قريبه جدا يعني. مظبوط. انا متابع حضرتك يوميا يعني. شرف ليا والله يا استاذ محمد، ربنا يعز حضرتك. الله يكرمك. تمام، احنا بس اتاخرنا عليك ممكن عشان بس انت عارف بيبقى في حجوزات او ناس طالبه من بدري، فاللي بيجوا لنا طالبين قبلها بكتير جدا، لكن اكيد اسم اولاد حضرتك عندنا في الكنترول اكيد هنكلمهم، لان مش هلاقي احسن من اولادك عندنا. الله يكرمك بجد والله. الله يكرمك. فشرف ليا يا حبيبي، بعتذر لك او في تاخير بس والله احنا كلنا والله ربنا اعلم بنعزك قد ايه يعني. اخويا ربنا يعز حضرتك، تسلم لذوقك. الله يكرمك. ربنا يخليك. لا عايز يكلمك مين؟ اياد. اديني دودو. الو. اهلا اهلا، ازيك يا دودو؟
عامله؟ الحمد لله يا حبيبي، اخبارك انت ايه؟ صحتك تمام؟ الحمد لله. ايه بقى الحكايه بقى؟ بيقول انت انا عاوز اطلع معاك في البرنامج. يا سلام عليك يا دودو، بتعمل اكل ايه؟ قول لي طمني. اي اكل اللي انت اللي عجبك انا اعمله. يا عم اياد انا اشتريت واكلت وانت كسبت بالكلمتين الحلوين دول. بعمل مكرونه. انا اكلت المكرونه وكسبت كمان، ده الكلام ده يكسر قلبي. لا يا عم اياد احنا اسفين التاخير مبدئيا. بعمل ليه؟ مكرونه وبانيه وسجق. الله اكبر يا سيدي، يلا بينا يا رباب والنبي، عيد البيانات مع اياد وان شاء الله تقرب فرصه. حاضر يا دودو حاضر، احنا اسفين التاخير يا اياد حبيبي. يا دودو وبعتذر لك لو اتاخرنا عليك، بس والله غصب عننا لان حضراتكم عارفين موضوع الاطفال، احنا بقينا نعمل حلقه واثنين كمان، هو المفروض كان في حلقه واحده. انا بس عايز اعيد الجدول بتاع المسابقات، انا اسف. اولا الشهر فيه اربع اسابيع، الاربع اسابيع مش كلهم اطفال، عندي في امهاتنا وحبايبنا ربنا يحفظهم لينا يا رب، وعندنا في اخواتنا بيزعلوا وبيشتكوا لي في الشارع، كل الشباب والرجاله، وعندنا كمان ذو القدرات الخاصه، ودول مهمين جدا جدا عندي لان دول شركه في البرنامج. عايز اقول لكم مش يعني ممكن ما بكلمش في تفاصيل دي كتير، لا انا بيسمعوني كويس جدا، وفي بيشوفوني كويس جدا، وفي بيحبوني كويس جدا، فدول لهم حق عليا يعني زي حضراتكم ويمكن اكتر كمان لو تسمحوا لي في التعبير. فدول موجودين معانا، واطفالنا طبعا كل الناس بتبقى ليها حق في البرنامج. يمكن ده اللي بيأخر بس شويه موضوع الحجوزات في المسابقه، ولكن هنعيد تاني وقتنا ونظبط امورنا. بنعتذر لكم لو في تاخير، بس هو الجدول زي ما حضراتكم شفتوا اربع ايام. بكره مش بكره، لا يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا 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 ان شاء الله هتعجبكم، باربع اطفال من اولادنا وحبايبنا، ربنا يحفظهم يا رب لاهاليهم يا رب، ذو القدرات الخاصه. دول اكيد نماذج مشرفه جدا، فعايز حضراتكم وكل اخواتي الصغيرين وكل اولادي وكل اطفالنا يتابعوا الحلقه دي، لان هتبقى حلقه مميزه جدا 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 ان شاء الله هتعجبكم جدا. طيب ارجع تاني، بص الخضار بقى زيت الزيتون على هادي بقى عامل ازاي، شوف المنظر، اشوح الخضار على هادي خالص، وهنا عندي الفراخ عندي بقت زي الفل، بص المنظر، الفراخ اتشوت من غير اي افتكاسه. اروح اعمل ايه بقى؟ جايب الكلام ده كله بسم الله على بعضه كده اهو، شوف المنظر، وجايب كمان بقيه التتبيله بتاعتي، راحت فين اهي، شايف التتبيله دي، واروح عامل كده على الوش، واخد الكلام الحلو ده كله موديه فين؟ على الفرن. ليه بقى يا شيف؟ انا بقى اسيبهم بقى مع نفسهم كده يعيشوا شويه، ونخلفهم ان شاء الله مع حضراتكم في نهايه الحلقه. ناخد بالنا شويه كده اهو، يلا بينا. اللزانيا غالبا ما استنتنيش اطلعها فوق، بص كده على اللزانيا، بص اول هنا عامل ازاي، خلاص هنا في الارض دي. تعالى بص على اللزانيا اخبارها ايه، يلا بينا. بسم الله، خلصانه، تنزل على طول في الطبق بتاعها، شوف المنظر، ولا اي حاجه. ده يطلع معاها ايه؟ يطلع معاها رز ابيض ساده ما فيهوش اي افتكاسه، ده لاهل الدايت، ها يعني طبق جميل جدا وبسيط. كل الحاجات دي تمشي معايا في الاكلات بتاعتي بتاعت الصيف بالاخص، سريعه وبسيطه، واي حد يخش يعملها في المطبخ ما فيهاش اي افتكاسه. بص الفراخ عامله ازاي، مستويه، الخضار لسه بروحه، ما ماتش مني في النار، حتى في الفرن ما حاولتش نرقص عليه فاللون بتاعه اتغير، حكت كده ريحه الخضار طالعه عليا اكتر حاجه من الفراخ. خلاص انا كده طبعا خلاص خلصنا ان شاء الله اكلنا،